نأتي إلى مواقيت الإحرام الشيخ خالد، ولا حبيت تصلنا هي؟ طيب، المواقيت جمع ميقات، نعم، وهو مأخوذ من التوقيت، ذلك أن الله تعالى جعل الحج مؤقتا بوقت. ولذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، فماذا كان الجواب؟ قل هي مواقيت للناس والحج. إذن الأهلة من مواقيت الحج، يحسب بها متى يكون الحج، بالهلال، والله عز وجل بالهلال، والله عز وجل بيّن أن الحج من حيث الوقت له زمان، فقال الحج أشهر معلومات، وهذا ما يعرف بالمواقيت الزمنية. لأن المواقيت الزمنية تتعلق بزمان، وهي ثلاثة أشهر أو ثلاثة أو شهراء أو شهران وعشرة أيام على قولين بين العلماء. ما هذه الأشهر؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة عشر منه أو كاملا كما قال الإمام مالك. ممتاز. هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمنية. إيش فائدة المواقيت الزمنية؟ أنه لا يحرم بالحج قبلها. فمثلا شخص جاء في رمضان قال لبيك حجا، نقول له ما جاء وقت الحج. نعم. تحلل من هذا بعمرة، اعتمر وتحلل، وإذا جاء أشهر الحج أحرم بالحج. هذا في قول جمهور العلماء. طيب شخص قال لا أنا بستمر، شأنه، يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني لكنه خلاف السنة، ويجب والمشروع له أن يتحلل بعمرة. الموقيت الزمنية إلى يوم ثمانية ذي الحجة أو إلى تسعة يستطيع أن ينوي؟ يحرم إلى وانتهى وقت عرفة، يوم عرفة، يعني نعم يوم عرفة، مو في اليوم، حتى في الليل. مثلا شخص أحرم بالحج من أهل جدة، أيه؟ الساعة 12 في الليل من يوم عرفة، من ليلة النحر، نعم، قال والله أنا ودي بالحج ونوى لبيك حجا، وأدرك الوقوف بعرفة، بعرفة قبل طلوع فجر اليوم العاشر، يكون ممتاز، قد أدرك الحج. ممتاز. أيوة. لأن الحج عرفة، صحيح، فهو ركنه العظم. هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمانية. المواقيت الزمانية.